مسلم يكون مادته العقلية ضعيفة يا إخوان يا شباب يا رجال يا بنات، هذا لا يليق. شاب يورطر فيه بمسألة يعني خطيرة جدا ممكن أن تودي بحياته لأجل أنه لم يفكر بهذا التصرف أو لم يفكر بهذا القول. واحد بالطريق مرات، أخي معليش تعطيني جوالك أحكي معه أحكي فيه؟ لا مو معليش، أنا ما بدري هذا الرجل اللي بده يحكي بهالجوال شو بده يحكي، مع مين بده يحكي. أنا سأحاسب يوما من الأيام إذا كان في مشكلة بهذا الرقم الذي اتصل به، سيقال أنت من تليفونك اندأ هذا الرقم، عد بأدبر حالك واقنع الآخرين لك. والله مو أنا، والله واحد بالطريق هو اللي قال لي، ليش أعطيته جوالك؟ لا يكون أحدنا بسيط. بنت مرات بتروح لمحل ما تعرفه أو حتى إنه معروف بالسوق، تقول له بالله يعبيني عبينا وحدات، قديش رقمك؟ كذا. أخذ رقمك يا بنتي أنت، شو صار هلا؟ بعدين إذا جاءتك مكالمات غير مناسبة تقولي ليش هيك عم يجيني مكالمات غير مناسبة، ما أنت عم تعطي أرقامك للغريب والقريب. عطيت رقمها لصاحب البقالية، عطيت رقمها للصيدلاني، عطيت رقمها لمين من كان، إنسان غريب كيف عم تعطيه رقمك تجعلي هذا الرقم عام؟ ما ندري إذا ما معروف ما موثوق ليس إنسانا يطمئن له، كيف عم توزعي رقمك؟ إذا جاءك بعدين شيء يزعجك أنت الذي تصرفتي. لو فكرتي بطريقة لا يعرف رقمك، أعطي رقم البيت، أعطي رقم الأرضي، خليه بيتكلم مع البيت بس لا يتكلم معك بشكل خاص. الإسلام يدعوك ويدعوني إلى أن يكون أحدنا نبيها، إلى أن يكون أحدنا ذكيا، إلى أن يحسن أحدنا التصرف، إلى أن لا يكون ساذجا، إلى أن لا يكون سفيها، إلى أن لا يكون بسيطا، إلى أن لا يضحك عليه الآخرون. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لست بالخب، أنا ما بخادئ أحد، والخب لا يخدعني. بس ترى إذا بيجي أزكى واحد بده يحاول يخدعني ما بيستطيع. يعني فتاة أخذت تاكسي وطلبت به أن يذهب إلى مكان قاص بعيد عن المدينة وركب لحالة، هلأ إذا حدث شيء يزعجها هي أخطأت الحكمة. أنت كيف طالع على حالك ولأرن بعيدة مع سائق تاكسي لا تعرفينه، غريب هذا الرجل، مو أخوك ولا أبوك ولا ابنك ولا زوجك، إذا حدث مكروه هذا دليل عفوا سوء تصرف. هذه المرأة معقول ما فكرت أنه أنا راكبة مع رجل غريب وطالبة منه يروح إلى مكان قاص عن المدينة؟ شاب مصمد حيلته وفتيلته، طالب هو جامعة عم يشتغل صله كذا وقت، مصمد 400 ألف ورقة سوري، جاءه رجل ليقول له أمامنا مشروع، في عندي مشروع أنا إذا بحط الواحد فيه مليون بيأخذهم مليونين خلال أسبوعين، وبقي يحدثه ويقدم له ويؤخر له، فأعطاه 400 ألف ورقة سوري، فما كان من ذلك إلا حمل حاله ومشي. طيب يا أخي كيف أنت أعطيته؟ أنت جربته قبل هالمرة في التعامل المادي؟ لا. تعرفه؟ لا، بس رفيقي جايبه معه وحكالنا حكي، والله من كتر ما شجعني إذا بقدر يعني اطلع من هدومي حبطلع له من هدوم. يا رجل كان متوقع منك أن تفكر، كان متوقع منك أن تجربه بمبلغ بسيط، أنت 400 ألف ورقة سوري هي كل حياتك بالنسبة لك، جربه 50 ألف، جربه 100 ألف يا رجل، إذا نجح فأعطي 100 ثانية، نجح أعطي 100 ثالثة، بس ما معقول تحط 400 ألف. تسمع مرات إنسان يبيع بيته، جاء رايبه، جاء أخوه، جاء رفيقه، وأخوه ليس تاجراً ولا معروف بالتجارة ولا مجرب بالتجارة، من شي جمعتين شارك بمسألة تجارية أم ربح، قال له يا رجل بتعرف ربحنا المليون مليونين، خرج الجيب، على قد ما ملأه وحمسه راح الرجل باع بيته حقه 30-40 مليون أعطاياهن، فكرهم بركي بيصيروا 80 مليون بشي شهر زمان. ومعروف هذا أخوك ليس تاجراً، هو صحيح ثقة أمين بس ما عنده خبرة بالتجارة، ضيع له 40 مليون وبقي الرجل من دون بيت، ما فكر ولا استعمل الحكمة ولا وزن تصرفه. وتلك الفتاة لا فكرت ولا استعملت الحكمة ولا وزنت تصرفها.